ده اللاعب البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد. مدربه أنطونيو كارلوس قال عليه سافيو أهم لاعب لدي بالفريق، ولاعب يجيد اللعب في كل المناطق الهجومية ببراعة، إنه لاعب يمتلك الموهبة والخبرة. برونو سافيو لعيب متصنف إن هو لعيب جناح، ولكن أكتر مركز شارك فيه عدد مباريات وتحديداً لعب فيه 58% من ماتشاته كان مركز المهاجم الثاني أو رقم 10، اللي هو يعني تقريباً نفس مركز أفشة. يا حزن السودة أنا أبا، يا حزن السودة أنا أبا. برونو سافيو أهم ميزة عنده إن هو بيخلص قدام الجون بشكل رائع، وده مش مجرد كلام مبني بس على اللقطات، ده كمان وفقا للأرقام اللي بتقول إن الراجل ده نسبة التهديف عنده 52%، ودي أعلى وأفضل ميزة موجودة فيه، إن هو ما شاء الله من بين كل فرصتين بيروحوا له وفقا للأرقام بيجيب منها واحدة جون. أنت ساحر وبارع وماهر، استلم مرة توغل راوغ سدد سجل جول. ووفقا برضو للأرقام، الأهلي الموسم اللي فات بالرغم إن هو كان وحش جدا ومستواه كان في النازل، إلا إن هو أكتر نادي صنع فرص وصنع محاولات على المرمى، ولكن لعيبة الخط الهجومي عندنا كان الفينش عندهم قليل جدا عكس سافيو اللي ما شاء الله الفينش عنده أهم ميزة فيه. سافيو عمره 28 سنة ولعيب برازيلي، ودي في حد ذاتها حاجة إن شاء الله تبقى كويسة. وأول ما شفت إن هو لعيب من خارج أفريقيا افتكرت مين؟ الأوروجواياني سيرينو لاعب سان داونز، برضو كان لعيب من خارج أفريقيا ولكن تألق جدا وكسر الدنيا، لأن احنا للأسف حظنا وحش في كل اللعيبة الأفارقة اللي احنا بنجيبها. المهم سافيو أهم مزايا إن هو لعيب تكتيكي على أعلى مستوى، بيلعب جناح وبيلعب رقم 10، بيلعبهم الاثنين بشكل مميز، ولما بيلعب رقم 10 بيلعب بمواصفات مهاجم، بيسرق نفسه كده وبيسرق المدافعين وبيدخل دايما ال 18 وبيعمل تكملة هجومية محترمة وبيسجل أهداف مميزة جدا، ولما بيعمل التكملة بيعرف يسجل برجله بشكل كويس جدا، وزي ما قلنا الفينش عنده ممتاز، وكمان بيعرف يلعب رأسيات ولعيب هيدر ممتاز جدا، طوله 182 سنتي مش طويل قوي ولكن بيعرف يلعبها بشكل حلو وبيركنها بشكل مميز جدا. ومن مزايا كمان ان هو لعيب جماعي وبيلعب دايما للفريق ومش اناني زي الكرة دي. هنا اول ما عد اول حاجة عملها ان هو رفع عينه وشاف زمايله وعمل اسيست مميز جدا. وهنا برضو نفس الكلام، اول ما عد واول يدوب مرقص على طول رفع عينه، ولما ملقاش حد راح مرقص تاني. لكن في المجمل يعني لعيب عنده رؤية وبيرفع عينه وبيكشف الملعب بشكل كويس جدا. عشان كده مدربه أنطونيو كارلوس طلع بعد ماتش من الماتشات وقال سافيو دائما يعطي التمريرات الأكثر حسما ونسبة نجاحه في ذلك تتعدى 90%. تعال بقى نروح للأرقام، لأن طبعا اللقطات والفيديوهات لوحدها حاجة لا تكفي، فما شاء الله الراجل ده أرقامه السنة دي حاجة محترمة وحاجة هايلة جدا. على سبيل المثال متوسط أدائه في كل مباراة كان إن هو بيصنع 1.1 فرصة محققة للتهديف، يعني كل ماتش على الأقل بيصنع فرصة محققة للتهديف، وما شاء الله بيسدد 3 تسديدات في كل ماتش كمتوسط، والمراوغات برضو حاجة هايلة جدا، أكتر من 3 مراوغات في كل ماتش، وده رقم كويس جدا ما تستهترش بيه، لأن ممكن فريق كبير كله على بعضه يبقى متوسط مراوغاته في كل ماتش مثلا 10 مراوغات. أما بقى كأرقام فهو ما شاء الله أرقامه برضو كويسة جدا، ومش زي ما تقال إن أرقامه ضعيفة والكلام ده. يعني على سبيل المثال السنة دي سنة 2022 اللي لينا، يعني احنا طبعا مش هنقعد بقى ندور على حاجات قديمة والكلام ده، احنا لينا اداؤه السنة دي عامل ازاي. فهو لعب 29 مباراة ساهم في 21 جول، سجل 16 وصنع 5 وصنع 30 فرصة محققة للتهديف، ودي ارقام كبيرة ومميزة جدا. دي كده كانت المميزات. اما بقى العيوب ان هو في اخر 7 سنين تقريبا لعب في 8 فرق، وده رقم كبير جدا، يعني زي ما انت شايف كده دي قائمة الاندية اللي لعب فيها، منهم اندية طبعا متكررة، فدي حاجة محيرة وحاجة غريبة هو ليه بيتنقل كتير بشكل كبير جدا. ولكن برضو الحق يتقال ان هو اخر محطة ليه كان مستقر فيها ولعب الموسم ده زي ما قلنا عمل ارقام كويسة جدا، ان هو لعب 29 مباراة وسجل 16 وصنع 5 وصنع 30 فرصة محققة للتهديف، فالسنة دي عمل شغل كويس جدا وكان مستقر مع فريقه.
اخر حاجه دي كده كانت بعض المعلومات والمزايا والعيوب والارقام الخاصه ببرونو سافيو لاعب الاهلي الجديد. ولكن طبعا فكره بقى ان هو يتوفق ما يتوفقش، هيبقى لعيب جامد مش هيبقى لعيب جامد، دي كلها حاجات لا يعلمها الا الله. احنا بس بنحاول ندور على تفاصيل وعلى حاجات نعرف من خلالها الراجل ده عامل ازاي وبيلعب ازاي وارقامه ايه. ولكن طبعا التوفيق من عند الله، بس اهم حاجه ان احنا ندعمه وندعم الاهلي الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي فاتت انتقدنا كتير وهجمنا كتير، والفتره اللي جايه لازم يكون في دعم مننا اكتر من كده للعيبه وللاداره وللنادي الاهلي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير وتقول لي رايك فيه وبتتوقع نجاحه ولا لا، وما تنساش كمان تعمل فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب وتقول لي عايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو جديد.